في إطار العمل على تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للحجاج المصريين، بدأ التشغيل الفعلي لعيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة في استقبال ضيوف الرحمن بمقار إقامتهم، والتي تصل لعشرين عيادة طبية تم تجهيزها بعيادات متخصصة في مجال القلب والصدر والعظام. في ظل إقبال ضيوف الرحمن على مكة المكرمة لبدء الرحلة المقدسة، بدأ التشغيل الفعلي لعيادات البعثة الطبية المصرية التي تصل إلى 20 عيادة طبية بمقر تواجد الحجاج المصريين، والتي زودت بالكوادر الطبية المتخصصة في التخصصات الطبية كافة ومزودة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والدوائية والتي تتوافق مع طبيعة هذا الحدث الجلل. البعثة الطبية شغالة على كذا زراعة، في زراعة طبي وفي زراعة الوقائي وزراعة المتابعة، وهي دي القوة اللي بتقدمها البعثة، لأنه مش بس بنكشف على المريض حاليا، المريض لما بيجي بيخش يكشف زي ما حضراتكم كده شايفين في العيادة، وبيبقى عندنا سيستم كمبيوتر سيستم بيتحط عليه بياناته، البيانات دي بتبقى يعني احنا حولنا العيادات البعثة الطبية بمكة بالحج حولناها إلا كأن عملنا ميكنة ليها، فبعد تبعية كل مريض داخل بيكتب اسمه رقمه رقم الباسبور رقم تليفونه، ومن لما بيخلص بنتابعه، عندنا فريق كامل المتابعة عندنا سواء في المستشفيات أو فريق كامل المتابعة لمريض العيادة عشان يطمن انه بقى كويس وحالته بقت كويسة. المرة دي فيها حالات بنعمل ايكو بنعمل سونار بنعمل زودنا عدد الكشوفات المرة دي، لأنه متوقع انه العدد بعثة الحجاج بزيادة. فمحرك المكان فيه أجهزة متوفرة من أول قياس السكر، قياس الضغط، رسم القلب، والأحدث بقى الموجات الصوتية البورتابل اللي احنا ممكن جنب العيان وهو نايم على السرير نطمن على قلبه بكفاءة عالية جدا وبتقرير طبي واضح ومؤثر، حتى لو احتاجنا ان احنا نعمل له ريفيرال بنعمل له فول ريبورت عن الحالة بتاعته. كما وصل فريق الطب الوقائي بالبعثة الطبية استقبال الحجاج المصريين فور وصولهم لأماكن إقامتهم بمكة المكرمة لتقديم الإرشادات والنصائح الطبية والوقائية لهم. نبدأ نطلع لهم في الحافلات ونتكلم معهم ونعمل لهم توعية طبية وعن الوقاية من الأمراض ومخاطرها وإزاي هو يحمي نفسه، بنتكلم بنعمل لهم كتيبات إرشادات، بنعمل لهم ندوات في كل أماكن إقامتهم، بننصحهم طبعا بشرب المية كتير، بننصحهم إن هم ما يمشوش في الحر من غير شمسية، بننصحهم ان اي حد مريض بمرض مزمن او خصوصا مرض السكري ما يمشيش حافي طبعا في داخل الاراضي المقدسه. ضيوف الرحمن اثنوا على الخدمه العلاجيه التي قدمت لهم فور وصولهم الى الاراضي المقدسه. ده وخان كده وعدم اتزان، الدكتوره طمنتنا على الضغط وعلى السكر لقيته كله تمام وكشفت عليا وقالت كله تمام، هي بس ارهاق. اثناء العمره امبارح حصل بقى بيش في الرجل، فجيت البعثة النهاردة فكتبت لي العلاج المطلوب وقامت على الايه عملت الخدمة الأكمل على الوجه الأكمل يعني. وإيه رأيك بقى في الخدمة؟ ما شاء الله احنا لسه أول يوم اهوت وما شاء الله الناس الدكاترة متواجدين كلهم والحمد لله. وضاقت ساعة العمل بعيادات البعثة الطبية المصرية من خلال كوادرها الطبية التي تواصل الليل بالنهار لتوفير الأجواء المناخية الملائمة لضيوف الرحمن أينما كانوا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.